الصلاه والسلام على رسول الله. عندنا هديه 407 407 نحن لها المحرك باش نغيره لها، فكنا لها المحرك باش نغيره لها، باش نوريكم الحاجات اللي هي تتجدد بعد ما نزل المحرك من مكانه. بعد نفك المحرك من مكانه تلقى حاجات اللي هما مثلا تلقى الكريمير اللي هي هذه، تلقى سكاتولا هذه كريمير سموها، تلقى المدخنة اللي يخرج منها الدخان، هذه التيوب نتاع المدخنة، تلقى الكوابل الزوز نتاع الفيتاس، هذوما الكابل اللي عادوا فيتاس اللي هما نتاع المارشات، تبقى السيرفو نتاع الفران والمضخة، تلقى هذوما الدريتان نتاع الشوفاج نتاع الماء سخون في الصيف في الشتاء، وهذوما تلقى التيبات نتاع الكليماتيزير في الصيف اللي هما هذوما الومنيوم وهذوما يجوا بلاستيك. تلقى هنا زوز الدخول وخروج نتاع المازوت اللي يجيبوا من الخزان، هذه تلقى عندك خزان الماء هنا على جنب، تلقى عندك خزان الزيت السكات ولا زيت الكريمير، هذا زيت لاسيستي. تلقى هنا سيبور موتور اللي هو يتك عليه الموتور جهه الشان، وتلقى منه سيبور بوات اللي يتك عليها البوات جهه البوات، تلقى منه اللي اسمه لابيس، هذه يسموه لابيس. تلقى هنا البوات هذه فيزيبل، هي اللي البيئة يعني فيها كل شيء، اللي هي الاضواء وفيها كل شيء، سموها باللغه العاديه بوات فيزيبل. تلقى طبعا البرسوب، هذه لوطا سموه كله برسوب، هذاك برسول امامي وبرسول خلفي، هذا فيها برسول امامي وبرسول خلفي، يعني يعني يجي واحد في الوجه من قدام ويجي واحد في الصدر، هذه كامل كيكه هذا برسوب. نلقوا من الجهه هذه نلقوا الراديتير نتاع الماء، ونلقوا الراديتير نتاع التيربو اللي هو هذا الراديتير نتاع التيربو، هذا الراديتير نتاع الماء. هذه الحاجات المكونات اللي تكون موجوده بعد ما ينزل المحرك من مكانه، يعني بعد ما نفكوا المحرك من مكانه تشوفهم بالعين المجرد، انا يعني قبل هذا المحرك راك ما تشوفهمش. انا زاد السبور التحتاني نتاع البوات هذاك اللي هو باش ما يخليش الموتور سبور موتور من اللوطه ما يخليش الموتور يتحرك قدام التالي، هذاك في الديماراج يعمل حركه قدام التالي، هو اللي يحميها هذيك الحركه من قدام التالي باش ما يخضش المحرك، مع السبورات اللي هو اليسار واليمين اللي هما نتاع البوات ونتاع المرتسير والريسور نتاعو. ونقول الفيزيك كامل هذيا، نقول تري نتاع الفران والديسك فران والمكان الكاردون، ونقول تريونجل من اللوطه هذيك يسموها تريونجل، هذوما في لافون ترام قدام، هذوما هذه زاد الجهه اليمين كيف كيف فيها امورتيسور وفيها فيزي وفيها ديسك فران وفيها تري نتاع الفران وفيها البراوات نتاع الكريمير وفيها تريونجل من اللوطه، برا من اللوطه هذيك يسموها تريونجل، وفيها البار ستابيزاتريس كيف كيف كي اليمين كي اليسار. هذوما حاجات المكونات نتاع ال 407 بعد فك المحرك. ان شاء الله تنفعكم الحاجات هذه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.